سلام، شوف شلون يرقص. هذا فادر شيان يا شباب، عام 1995. شوف الكلام العربي شلون. على فكرة هذا شريط ياباني قبل 20 سنة، عام 1415. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا حركات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم اليوم لعبة جيكوكو World Soccer 2 Fighting 11. هذا الاسم الياباني، لكن الاسم الانجليزي اللي هو International Super Star Soccer Deluxe. تم انتاج هذه اللعبة عام 1995 1415 على جهاز سوبر نينتندو. شو طبعا تقدر تلعب انتو كمبيوتر، انتو خويك على كمبيوتر، ثلاثة على كمبيوتر او العكس، اثنين على خويك الثالث. بسم الله طرهان ايطاليا البرتغال اسبانيا هولندا. شوفوا هولندا هذا رود خلت لاعب قديم وكومن، لا ما بكون يعني شو اسمه، فرانك ديبور، رونالدو ديبور، ريكارد، يعني مجموعة طيبة. جيرمانيا بلجيكا، هذا ميشيل برو الحارس حقهم، هذا بلجيكا ميشيل برودون. انجلترا وفرنسا، دنمارك، السويد، النرويج، ايرلندا، كرواتيا، روسيا، رومانيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، الامارات العربية المتحدة، اوزباكستان، السعودية، المغرب، المكسيك، كندا، يو اس اي، نيجيريا، الكاميرون، البرازيل، أرجنتينا، كولومبيا، بوليفيا، باراغواي، أورغواي. بس هذه المنتخبات، خلنا نختار السعودية. اختار انباري الامارات الشقيقة. بونجوا، شو هو
UAE. نختار قدام نلعب الإمارات طبعا حطوها عشانها تأهلت كأس العالم عام 1990 السعودية 1994 وماشي مهلل يا سلام شو اسم الحارس حق الإمارات محسن صبة فؤاد أنور ماشي فؤاد يا الغشيان يا المهلل يا السلام جول من فهد المهلل شوف الغشيان كيف سحبها وحطها للمهلل والمهلل سددها امام حارس المرمى هذا زهير بخيت محمد علي وين ذكرى صالحة ورا الهريبي إلى فؤاد أنور إلى سامي الجابر حلوة حلوة ركنية خلنا نلعبها كذا يا السلام ايوه بيد محسن مصبح المهلل ماشي والله المهلل مده ما شاء الله عليه يلا يا سامي يلا يا سامي لا يا اخي الله يهديني الحين قاعد نتدرب يا سامي يلا يا مهلل شوت ثانية يا سلام سعودي يا عربيا خلاص شوف سامي ناقص يبي يجيب هدف بس اقطعها يلا يا فؤاد لا سعيد العيران هذا سعيد ماشي يلا يا سعيد سعيد ما شاء الله صاير ابيض حلوه يلا وي لا الهريفي يا سلام يا فهد يلا رفعة من رفعاتك الحلوة وين يا سلام لكن وين يبغى له رأس ماجد هذا ما هو بسامي أحمد جميل يا سلام يا مهلل والله مهلل نجم المباراة اليوم يا حلوة لا الحقها الحقها يا سامي يلا يا مهلل وين واحد يجينا يا شباب يلا الهريفي يلا يا سامي
يلا هذه فرصتك تدخل العالمية يا أخي. سأجي عربيا خلاص ما بقى إلا الحارس يجي. يا ابو الشباب يلا ونهلل الماشي. لا دخل بوجه. يلا يا سعيد سعيد يس بخشمه. لا لا وين يا مهلل؟ الهريبي فهد الهريبي. يلا يا فهد يا سلام. والله سحبهم هذا زهير زهير بخيت حول اسم ملخص زهير بخيت خيت مدري بخيت. يا سلام يا غشيان. العلنية ما يسيبها. تعبان الشيخ هذا. يا سلام يا سامي. هالف تايم. سعيد ماجي سعيد الأميران مشهور بالتسديدات القوية وركنية للمنتخب السعودي. ما شاء الله هذا مهلا الكارفين بالركنيات. يلا راس. هجم مرتد للمنتخب الإماراتي. وين الناس وين الدفاع؟ واقفين تفرجون عليه. يا السلام يا دعية. تعبان المهلل. يلا يا سعيد جنحها شوت حلوة. وين خش يا شيخ؟ يو كلهم متقدمين. احسنت يا ابو جميل الخليوي لكن حارس المرمى اقرب. يو اي اي
سامي ماشي، سامي ماشي، ما عنده احد. اعطيها سعيد. سعيد يا سعيد وين هذه؟ هاي خلص حلوة، أسرع أسرع، لكن على الدجة. ماشي الشيء يعني. يا سلام يا سلام، والله محسن مصب عليه مبدأ. خش يا ولد، حمد الخليوي. يلا يا بونان ور، يلا روح هدفك شوت. يا والله صاروخ. لا لا يجيبه. حديقة المهلل يأخذها ويسددها مرة ثانية، لكن في وجه اللاعب. يا سلام دبل كيك. منفرد ما عنده أحد. ما عنده سهل كلام. خلاص خلص الوقت الغشيان. يا سلام، خلينا نضيع الوقت شوية. يا سلام يا سلام يا غشيان، اسحبه يا حركات. انقطعت الكرة وهجمة مرتدة ممكن تكون خطيرة. وخر عني والله حارس. خلص الوقت، طيب كذا نكون فزنا بأربع أهداف مقابل لا شيء. طيب كذا نكون خلصنا من لعبة جي كيكو وورلد سوكر 2 فايكتينج 11 اللي هو انترناشونال سوبر ستار سوكر ديلوكس. كان معكم رامي الكديري، نشوفكم ان شاء الله في لعبة قادمة. مع السلامة.